وما حكم من وضعته وهي محرمة وتعلم أنه مكروه؟ هل عليها كفارة؟ نعم، إذا تعمدت لبس النقاب وهي محرمة هذا ما هو مكروه، هذا محظور، محرم، محرم، محظور من محظورات الإحرام، تأثم بذلك، فعليها الاستغفار وعليها الفدية، وهي ذبح شاة في الحرام توزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام على التخيير. نعم.